العروسة دي يا ولي؟ اجيبها لك تقعد معاك شوية؟ مشكلتكم ان انتوا بتفكروا من تحت. اسفة ومش اسفة، بقالي السنة بعمل ريسيرش بحث عن ايه اللي ممكن يكون مشاكل الشباب في مصر غير الهري بتاع الفلوس. لقيت احد المشاكل الاساسية الاساسية في حياتكم عدم وجود الحياة الطبيعية، المودة والرحمة والحياة اللي هي اللي فيها يعني اللي فيها احتواء وبارتنرشيب في اهم سن في حياتنا. مصعبين الحلال ومخليني مستحيل بإرادتكم وغير إرادتكم. بقت المتطلبات المادية السطحية القذرة أهم حاجة في الدنيا، أهم من المتطلبات الإنسانية. المتطلبات الإنسانية بقيت مش بتشوفوها، بقت الفاليو بتاعت بعض بتاعتكم عند بعض، والقرار في الجوازة دي بقت عبارة عن شقة وخاتم. تفو على كده، اسف، تفو بجد على كده. في بنات باردة مش فارقة معاها خطيبها يولع بجاز، ما يروح بقى مع معاهرة من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ولا يجيلها مرض بعد كده، ولا ما ملكت أيمانه وجو الاختراعات اللي بتقولوها دي. ويعيني بنات تانية بتضطر انها تروح برضو تعمل حاجات غلط وحاجات حرام وتدخل في السكة الشمال زي ما بتقولوا، والرجالة تبدأ تبني عقد، دي شمال دي لابسة كذا تبقى دي كذا دي بتاع، وكل خططهم في الحياة كل مجهودكو رايح في ازاي تزنق البت دي معرفش فين، ازاي تكسر مناخير دي، ازاي تعلم على دي، ازاي تنام مع دي، ازاي تاخد دي تبقى. ايه ده ايه ده، مفيش حوار بيحصل، مفيش تفكير، مفيش انجاز، مفيش اي حاجه غير لما تبقى it revolves around الكبت الجنسي، ومفيش حد عارف يعبر عنه بطريقه او يحاول يحل فيه. والحل في منتهى السهوله، نسهل الحلال، ندرك نطلعها كده قدامنا على الترابيزه الاحتياجات الانسانيه الطبيعيه مش الماديه القذره. ما زلتوا عايشين في الشكليات والخرا، وده لابس ايه وده عامل ايه وده ماركته ايه وده شنطته ايه، والقرف ده مش هيوصلكوا في حته، قاعدين مكبوتين. اول ما هتبداوا زي الامريكان، الامريكان ايش بينتجوا ليه؟ على فكره الامريكان ما عندهمش نفس الاراده ونفس الطموح. انت لما تسال واحد امريكي عادي ليه من امريكي تقول لك طموحك ايه في الحياه؟ I don't know, I just you know, I just, I'm just working and I'm gonna just go have some drinks and I'm gonna just, you know. ما عندوش، عادي، مش زينا كده هنموت على النجاح وهنموت على الطموح وهنموت على ان احنا نبقى حاجه كويسه ونعمل. احنا عندنا كده، احنا عندنا الدراي زي ما كنت بقول عليكم زمان نووي، احنا عندنا كده، هم عادي. بس في نفس الوقت لو اتحطوا في مشروع ولا اتحطوا في فكره بيركزوا ليه؟ لان هم خلاص شبعوا، شبعانين. احنا هنا عندنا في الجيم فعلا انا بشوف اعضاء يعني جسم الاجسام كلها في وشي. في الهاي سكول كنت بشوف العلاقه الجنسيه دي قدامي، يعني كنت لو حطيت ايدي كده هلمسها، بشوفها بسمعها قدام عيني، بيعملوها طول الوقت. وده مش ده اللي بتكلم، مش ده الصح، بس انا قصدي شبعوا نفسهم عشان كده مركزين. فاحنا عندنا الاوبشن اللي هو حاجه اسمها جواز مصعبينها، والعقد والكلاكيع والوساخه وقله الادب والقهر، وواحده تبقى زي القمر ومحجبه ومحترمه ومفيش حد شافها قبل كده، وجوزها ياخدها 3 ثواني ويلا طف عليها واركنها على جنب واروح عاشر عاهره، والتانيه مخطوبه في منتهى الجمال منتهى الجمال، والتاني عمال لو ما هو مفيش رجاله اديك على دماغك عادي، والتاني محترم وزي الفل وحنون وكويس بس خطيبته عايزه فلوس بزياده ولا عايزه شقه بزيادة. ايه القرف ده؟ ايه التفو على كل ده؟ معرفش الاهالي فين في الموضوع ده. انا بابا مع اختي لما جوزها قال لها، ودي ما شاء الله الحمد لله بنت يعني، ها بقى عمي عايز ما اعرفش يا ابني مش عارفه ايه، انا فعلا اللي هو ايه راجل نسهل لاولادنا لبناتنا عشان يعرفوا يعيشوا وينتجوا، والفلوس والخرا ده كله بنجيبه نرميه. فكروا فيها. سلام.